السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، تحديدا مكون الإملاء. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، مجال الماء والحياة، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درس اليوم: تنوين الأسماء المقصورة. تنوين الأسماء المقصورة. أقرأ: شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. إذا شرب الفتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. إذا هذه أسماء مقصورة غير منونة. بداية، ما هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة، بألف لازمة سواء كانت مقصورة أو ممدودة. مثلا مقصورة مثل الفتى، ممدودة مثل رضا، عصا. إذن شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج. شرب فتى ماء ملوثا فدخل المستشفى للعلاج. إذا شرب فتى ماء ملوثا فدخل مستشفى للعلاج. إذا نفس الأسماء اللي في الجملة الأولى أصبحت منونة في الجملة الثانية. ولاحظ الفتى فتى، المستشفى مستشفى. الفتى فتى، المستشفى مستشفى. هذا اسم مقصور غير منون، الفتى. هذا اسم مقصور منون، فتى. إذا نزيل الألف واللام ونضيف تنوين الفتحتين. أطبق، أنقل على اللوح وأكتب التنوين بالأحمر بالأحمر. إذا رافقت الغيمة فتى عندما زارت قرى في العطلة. إذا رافقت الغيمة فتى، اسم مقصور فتى، عندما زارت قرى في العطلة. أضيف التنوين إلى كلمة، إلى كل كلمة مثل الهدى هدى، المرعى مرعى. المرمى مرما. المصطفى مصطفى. العصا عصا. إذن المرمى المرعى مرعا، المرمى مرما، المصطفى مصطفى، العصا عصا. أحول الاسم المقصور غير المنون إلى اسم منون. إذا نحول الاسم المقصور المقصور غير المنون إلى اسم منون. إذا حرس الحارس المرمى. إذا سنحول الاسم المقصور حرس الحارس مرمى. إذا حرس الحارس مرما. رأيت الأفعى تدخل المرعى. إذا سنحول الاسم المقصور، لدينا هنا في هذه الجملة اسمين مقصورين. إذا رأيت أفعى تدخل مرعى. رأيت أفعى تدخل مرعى. ينظف الكناس المجرى من الأزبار. إذا الاسم مقصور والمجرى. ينظف ينظف الكناس مجرا من الأزبال. إذن ينظف الكناس مجرى من الأزبال.
الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.